بطولات أمم أفريقيا للشباب دايما بتبقى كنز كبير لكل الأندية، لأنك بتلاقي لاعبين مميزين جدا وقتها وبتكتشف إمكانيات ممتازة. يعني مثلا في سنة 2015 في بطولة أمم أفريقيا تحديدا تحت 17 سنة ظهر لاعب نيجيري ممتاز وعمل أداء عالي جدا وقتها، سواء في بطولة أفريقيا أو في كأس العالم للشباب في نفس السنة. واللاعب الصغير ده دلوقتي كبر وبقى من أفضل المهاجمين في العالم، يمكن كمان يكون هو وهالاند أفضل اتنين مهاجمين في العالم حاليا. كلامي عن اللاعب فيكتور أوسيمين، لاعب نادي نابولي، اللاعب اللي مقدم مستوى عالي جدا دلوقتي. علشان كده دايما بحب أتابع البطولات دي، لأنها فيها كنوز مدفونة بتظهر أثناء المنافسة على البطولة. بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 17 سنة الحالية 2023 فيها لعيبة ممتازة جدا وليهم مستقبل كبير بسبب إمكانياتهم. واحد من اللعيبة دي هو اللاعب أمارة ديوف، لاعب المنتخب السنغالي، هداف البطولة حاليا بتسجيله 5 أهداف. وبعيدا عن الأهداف، اللاعب ده أظهر إمكانيات عالية جدا بتأهله للعب في أكبر أندية أوروبا في المستقبل. ورغم صغر سنه إلا أنه عنده ندوق كبير ولاعب صاحب ستايل وشخصية في الملعب، تقدر تقول عليه نسخة من نسخ السنغالي ساديو ماني. كلامي عن اللاعب السنغالي أمارة ديوف اللي عنده 14 سنة. ايوه، اللاعب اللي قدامك ده مواليد 2008، لاعب موهوب وعنده امكانيات عالية. بدأ في اكاديمية جينيريسيون فود السنغالية اللي تقدر تقول عليها اكاديمية عالمية وافضل اكاديمية في العالم في الوقت الحالي، لانها من فترة كبيرة بتصدر مواهب ممتازة لاوروبا وبتصدر جواهر كروية بالمعنى الحرفي للكلمة. أمارة بدأ هناك وبيلعب حاليا في النادي. اما لو هنتكلم عن اللاعب في خلال البطولة حاليا، اظهر انه لاعب موهوب واعتقد انه هيتخطف على الفور الاوروبا. لعب خلال البطولة حتى الان 4 مباريات، سجل 5 وصنع 1، غير انه شارك في كذا هدف بشكل غير مباشر وكان فعلا مؤثر جدا في البطولة، وحصل على جايزة رجل المباراة مرتين وهو كابتن المنتخب السنغالي، وقدر يقود المنتخب السنغالي للوصول للنهائي وهو الكابتن زي ما قلتلك، رغم انه مش اكبر لاعب في الفريق ولا حتى اقدم لاعب في الفريق، ولكن اللاعب علشان امكانياته عالية معاه شرط الكابتنة لانه فعلا بيعمل مجهود عظيم في الملعب. تعال بقى نتكلم في مميزات اللاعب. أمارة ديوف لاعب ستايله في ميكس كده شوية، لاعب ستايله قريب من فينيسيوس جونيور ومن ساديو ماني، لاعب عنده سرعة ورشاقة ومهارة عالية، مميز جدا في المراوغة والحلول الفردية، عنده تحركات ممتازة سواء من جانب من جوانب الملعب او حتى من العمق، بيلعب بدماغه بشكل كويس ومسدد هايل من الضربات الثابتة، وفعلا لاعب بصير وبيلعب بشكل مميز جدا وعنده حلول عالية، ولاعب فعلا لو تم الاهتمام بيه هيكسر الدنيا في اوروبا وهيكون نسخة مرعبة جدا وهيكون من افضل اللاعبين في العالم في المستقبل. انت بتتكلم في لاعب عنده 14 سنة، ركز في الكلمة دي. الخلاصة واللي انا عايز اقوله لك ان احنا دلوقتي بنتكلم عن لاعب واعد عنده مستقبل كبير بسبب امكانياته، وفعلا السنغال بتدي درس لكل افريقيا بل لاوروبا حاليا، لانهم بيقدروا ينموا المواهب بتاعتهم بشكل رهيب وبيصدروا لاوروبا جواهر في كرة القدم. اتمنى اشوف بلادنا العربية بنفس الشكل في المستقبل، رغم ان شايف ان ده صعب جدا وان احنا دلوقتي ما بنأسس لعيبة، احنا بنجيب اللعيبة المزدوجين الجنسية علشان نلعبهم على الجاهز، ولكن اللاعب لو تأسس عندك وطالع من تحت ولعب في المنتخبات السنية كلها فعلا هيدي درس لأي حد يجي من أوروبا متجنس يلعب في المنتخب بتاعك، وهيبقى أحسن كتير بسبب الشراسة والرجولة اللي هيأديها في الملعب. أخيرا أنا خلصت كلامي، أتمنى تكتبلي في الكومنتات تحت رأيك في اللاعب وتقولي هل هو هيقدر يتألق في أوروبا ولا أنت شايف إيه. وأتمنى قبل ما تقفل الحلقة ياريت توحد الله لا إله إلا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس علشان يجيلك تنبيه بكل الحلقات الجديدة. وكان معكم أخوكم طوفان أهلاوي، نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله. قولي الحلقة اللي جاية عاوزنا نتكلم عن مين. سلام.